بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. نداء من أبناء العشائر والقبائل العربية في الجزيرة السورية إلى كل من، أولاً التحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، لقد أوهمتنا منذ انطلاق الثورة السورية أنكم تقوفون إلى الشعب السوري في تحرره من الظلم المتمثل بنظام بشار وأعوانه، وقلتم نحن من مع الشعوب في نيل حريته، فما كان منكم إلا أن تركتم بشار وضباطه ينكلون ويقتلون بالشعب، ثم بعد ذلك رفعتم الدعم عن هذا الشعب ليواجه مصيره بنفسه، ثم بعد ذلك وبحجة محاربة الإرهاب المتمثل بداعش والتي كان نحن أول المتضررين منها، أدخلتم إلى مجتمعنا منظمة إرهابية متمثلة بحزب البككة وذراعه قسد، التي كانت مخاطرها على مجتمعنا لا يقل عن خطر داعش، بل يزداد خطرها أضعافا عن داعش، حيث اجتاح أرضنا خفافيش جبال قنديل، والذين نقل إلى مجتمعنا كل ما يخالف عاداتنا وتقاليد هذا المجتمع، فهجروا من ديارهم ودمروا المنازل وأدخلوا أفكار قيادتهم المجرمة لتدرس في مدارسنا، ونشروا الرذيلة في مجتمعنا والمخدرات، وجعلوا كل مقاليد البلد بأيدي مجرمي قنديل، وحاربوا رموز العشائر ومشايخها، وقتلوا منهم من قتلوا، وهمشوا وأهانوا من أهانوا، حتى وصل بهم الأمر إلى إعلان حرب شاملة على عشائرنا بدير الزور، واستخدموا أبناء العشائر إجبارا من الرقة والحسكة لقتل أخوانهم بدير الزور. ولذا كان منا أن نطلب إليكم ما يلي: ألف، رفع القطاع الدولي عن منظمة بيكيكي وذراعه قسد، لنستطيع نحن أبناء القبائل من طردهم إلى جبلهم الذي جاءونا منه. ب، تحويل الدعم المقدم من التحالف الدولي إلى أبناء القبائل بدلا من قسد، لمواجهة الميليشيات الإرهابية الإيرانية وداعش وعصابات قنديل. جيم، دعم القرار 2254 ونقل السلطة من نظام بشار المجرم إلى الشعب، لأنه محنة هذا الشعب وعودته لدياره. ثانيا، نتوجه إلى كل الشرفاء من دول ومنظمات وأفراد يؤمنون بحرية الشعوب وحقه في تقرير مصيره، من تقدم الدعم السياسي والمدى المعنوي لأبناء القبائل والعشائر السوري للتخلص من الإرهاب بكافة أشكاله، لنتمكن من إعادة أهلنا المهجرين إلى ديارهم ومنازلهم، وعودة سوريا تدريجيا إلى وضعها الطبيعي. أبناء القبائل والعشائر العربية في الجزيرة السورية، نبع السلام 7/9/2023، قائد تجمع القبائل والعشائر في نبع السلام. Thank you.